وادي الايه الموضوع اهو، ما فيش فيها يعني ما جبناش حق، جبنا منين؟ من الغرب نفسه. علماء الغرب ما اتفقوا عليه ووصلوا اليه من حقائق علميه. يتكون الانسان من واحد مواد انشائيه، نيتروجين، هيدروجين، اكسجين، كربون، كالسيوم، فوسفور، بوتاسيوم، كبريت، صوديوم، كلور، مغنيسيوم، يود، حديد، نحاس، سيليكون. الحقيقة القرآنية تتطابق كامل بين المواد في المعادن الموجودة في التراب والموجودة في جسم الإنسان. يبقى لما قال والله أنبتكم من الأرض، يبقى هي مكونات البني آدم جاية من الأرض فعلا بحقائق العلم الحديث. من علم محمدا تحليل التربة؟ من علم محمدا علم المعادن؟ من علم محمدا علم النيتروجين والأكسجين والغازات؟ من علم محمدا الكيمياء والطبيعة؟ من علم محمدا حقائق الأحياء؟ من الذي علمه؟ إنه الله. من الذي نطق بهذه الحقيقة والله أنبتكم من الأرض؟ أهو العلم الحديث ينطق. إذن القرآن الكريم يتحدى كل ملحد، ونفس المواد ديت هي اللي بتكون البني آدم. تعالى شوف لو ترجمت المواد ديت إلى أدوات إحنا بنستخدمها في اليوم. قال لك لو جبنا إنسان وزنه 70 كيلو هنلاقي الجسم بتاعه تحول على قدر من الدهن يكفي لصنع 7 قطع صابون، قدر من الكربون يكفي لصنع 7 أقلام رصاص، قدر من الفوسفور يكفي لصنع رؤوس 120 عود كبريت، قدر من ملح المغنيسيوم يصلح جرعة واحدة للمسهلات بتاعة الملين للي عنده كركبة في مصارينه، قدر من الحديد يكفي لعمل مسمار متوسط الحجم، مسمار حدادي صغنطوط، قدر من الجير يكفي لتبييض حجرة صغيرة، قدر من الكبريت يطهر جلد كلب واحد من البراغيث، قدر من الماء يملأ برميلا ساعته 10 لترات. فمن الذي رتب ومن الذي خلق؟ ثم من الذي كرم ابن آدم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه آيات الله سبحانه في جسمك، يا ريت نقدمها لكل واحد عاصي، نقدمها لكل واحد غافل، نقدمها لكل واحد متكبر، نقدمها لكل واحد ضال، حتى يخشى الله ويستحي من الله. إذن لابد علينا أن نتعلم من هذه الحقائق العلمية اليقينية التي نطق بها القرآن هنا في هذه السورة الكريمة في سورة نوح، والتي تدلنا على آيات الله الخلاق العظيم وقدرته، وتدلنا على أنه سبحانه المالك المتصرف المحيي المميت، وأن كلامه حق وصدق، وأن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الحق والصدق. نتعلم الاستحياء من الله، خجل من الله. بقانا حتة البني آدم من شوية التراب دولي، ها هو ده اللي استكبر؟ بقانا اللي أستعظم أنفذ كلام ربنا؟ بقانا اللي أتخن دماغي وأقول لا وآوح مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بقانا اللي تنح مع شرع ربنا؟ بقى البنت تقول لا مش هستمع، لا بلاش الإشارب، مش مهم الإشارب، بلاش البنطلون، بلاش أستر رجلي عشان الله. ايه التمرد ده على منهج؟ ده احنا شوية تراب. والعلم حقيقة العلم بتقول شوية تراب. لا تكرم إلا بأنك مخلوق بيد الله عز وجل. كائن محترم لما تكون محترم محترما لدين الله عز وجل، بغير ذلك تكون شوية تراب. لذلك علينا أن نستحي من الله عز وجل، كما قال النبي استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا لنستحيي من ربنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إنما حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، تستعد للآخرة. ومن استحيا من الله حق الحياء ترك زينة الدنيا، أي حرامها وبهرجتها وفسادها، ترك زينة الدنيا وآثر الآخرة عليها، بذلك تكون قد استحييت من الله حق الحياء. أيها المسلمون، دروس ومقاصد مهمة من سورة نوح عليه السلام. وتأتي السورة
بعد ذلك وهي تدعونا خامسا إلى الولاء والبراء، تدعونا إلى الولاء، إلى الولاء لأهل الإيمان. الولاء لأهل الإيمان عندما قال سيدنا نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، فجت بالولاء والبراء. وقبل منها برضو في الصورة نفسها جاء القرآن الكريم بدعوة سيدنا نوح عليه السلام في قوله تبارك وتعالى وما ذكره على لسان نوح وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ثم قال رب اغفر لي، يبقى عندي هنوت دعاء على الظالمين وعندي دعاء للمؤمنين من سيدنا نوح. نتعلمه منه ايه؟ ايوه خد يا سيدي الدرس الخامس، ان تتعلم من هذا الدرس الولاء لله ولرسوله. انا حبي وتقديري وتعظيمي لله بس وللرسول صلى الله عليه وسلم. طب والناس؟ الحب للناس يكون مرتبطا بحبهم لله ولرسوله ايضا. يبقى هنا ولاؤنا لله يقتضي ايماننا بالله وبرسوله، يقتضي ان نحب من يحبه الله ورسوله وان نكره كل من يكره الله ورسوله. ده اي معنى الولاء والبراء؟ ولاء لاهل الايمان وبراءه وترك ومجافاه وعدم اختلاط بباطل اهل الباطل. ادي معنى الولاء والبراء في القران الكريم. ولاء للمؤمنين، عشان كده الرب اغفر لي، مش بس كده لنفسه بس، ده ولوالدي، اقرب الناس الي، اصحاب الحقوق عليه، والديه واهله واخواته واصدقائه ورحمه. يبقى رب اغفر لي ولوالدي، دعاء للوالدين حتى لو ماتوا حق عليك برضه، ما زال حقهم عليك، ادعي لهم زي ما تدعي لنفسك، ما تنساهمش في دعائك. يبقى الولاء لاهل الايمان، رب اغفر لي ولوالدي. ثم قال ولمن دخل بيتي من المؤمنين مؤمنا، وبقرآن بعدنا وللمؤمنين والمؤمنات، لكل المؤمنين والمؤمنات سواء كانوا أحياء أم أمواتا وسواء كانوا في اللي فات أو هيجوا بعدنا كمان. يبقى ولاؤه لأهل الإيمان، اللهم إني أدعو لكل مؤمن ومؤمنة يا رب زدهم من فضلك، اكرمهم يا رب، ارفع أقدارهم. يبقى هذا ولاء المسلم عقيدة عند كل مسلم ومسلمة، ينبغي أن يكون حبه لكل من يحب الله ورسوله، ينبغي أن تكون طاعته لكل من يطيع الله ورسوله، وإلا ما بقاش مسلم، بقاش صادق. وده اللي سيدنا نوح عليه السلام دعا به في هذا الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى عندي هنا ادي الولاء اهو. الولاء دوت هو اللي الرسول عليه السلام قال عليه في الحديث الشريف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الغفاري، أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال له لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أدي الولاء أهو لأهل الإيمان، يبقى موالاة لأهل الإيمان. طيب ده واضح إن أنا أصاحب المؤمنين وأدعي للمؤمنين وأتمنى للمؤمنين الخير، ما أعملش مشاكل معاهم، ما بقاش العكس، أنا مع غير المؤمنين متسامح وبشوش وجميل كده وصبور وآخر ذوق ونبوس بعض، وأجي مع المسلم أبوس في وشه وأكشر وأتخانق معاه ونبدع بعض، ده كلام ما ينفعش، ده غباء. الأمور اختلط على بعضها، اختلط وقعت كده، ميزان الإيمان وقع، ما ينفعش. طب والبراء بقى؟ وده الدرس السادس في الصورة، أن نتعلم البراء من كل كافر، والبراء من كل طاغية، والبراء من كل ظالم، نتبرى من كل ظالم. اللهم إني بريء منك من ظلمه، اللهم إني بريء من هذا الفساد. لازم يكون قلبك ولسانك كمؤمن عشان ربنا يرضى عليك إنك أنت تتبرأ إلى الله من كل كافر، من كل كفر. نتبرأ إلى الله من الملحدين، نتبرأ إلى الله من ينكروا الله، من ينكروا البعث، ينكروا الآخرة، ينكروا القرآن، ينكروا الأحاديث، ينكروا دين الله. نبرأ إلى الله من هؤلاء، نبرأ إلى الله من المستكبرين على عباد الله، رؤساء، حكام، طغاة إلى آخره، ظالمين،
نبرأ إلى من كل ظالم، اللهم نبرأ إلى من كل ظالم، لا نحب هذا الظلم، بل لازم نعلن كرهنا وتبرؤنا إلى الله من كل ظلم، وإلى مش مسلمين، لأن ده شرط من شروط الإيمان. لا يصح إيمان المسلم إلا بهذا الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفران والطغيان والظلم والظالمين، لأن ربنا عز وجل علينا في القرآن الكريم ولا تركنوا، مش قال ولا تظلموا، قال ولا تركنوا، اوعى تقرب مني، الكافر والظالم والفاسد ما تقربش مني. تقربش مني يعني ايه؟ يعني ما تشجعوش، ما تساعدوش، ما تقفش جنب منه، ما تسقفلوش، ما ترقصلوش. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون، اي سورة هود. يبقى اذا لابد علينا ان نتبرأ الى الله من الظلم والظالمين. لو كان زميلك ظالم وفاسد، واحد بيسألني بيقول لي انا قاعد في بشتغل في مؤسسة كبيرة جدا وهيئة كبيرة جدا وحساسة يعني، واغلب اللي حواليا بيمشوا في سكك غلط، وانا بخاف ربنا، اعمل ايه؟ قلت له تبرأ الى الله من ظلمه، تبرأ الى الله من فساده. ساعة ما تبقى حد فيهم بيعرض قصادك حاجة فيها ظلم، حاجة فيها حرام، اقرأ الآية، ذكرهم بالآية، ذكرهم بالحديث. هل هيقولوا عليا كذا؟ ما يقولوا لي يقولوا. المهم انت لو قريت الآية وذكرتهم بالحديث كده أقمت الحج عليهم وأبرأت ذمتك انت منهم، لأن هتبقى شريك معاهم لو سكت. فكونك تبرئ ذمتك أو انك انت تقول اللهم إني أبرأ إليك من هذا العمل، ماليش دعوة، بعيدوا عني، أنا مش هشترك معاكم فيه، يبقى انت قدرت تقولها صراحة كده، يبقى انت كده أبرأت ذمتك أمام الله عز وجل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طب ممكن أي فلم يستطع في لسانه فيصلي بالقلب زي ما انتم حافظين الحديث. طب افرض ان انا بدعوه ومره واثنين وثلاثه ونصحت وتعبت وقعدت زي سيدنا نوح كمان، طولت كمان في الصبر على هؤلاء العصاه والظالمين، ومع ذلك يتبجحوا بالكفر او بالالحاد او بالظلم او بالاستكبار او بالتبجح بالمعصيه حتى لو كان مسلم، اعمل معاه ايه؟ قال برضو لابد ان تقيم عليه النصيحه مرات ومرات 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 لحد ما الظلم لو لطك، يبقى من حقك في اللحظه دي انك تدعو عليه، تدعي عليه، ادعي عليه. امال فين تسامح الاسلام؟ لا، قبل ما تقول فين تسامح الاسلام وانت بتدعي على الظالم، زي ما بعض اخواننا المشايخ طالعين يقول لك لا يجوز الدعاء على الظالمين في الخطب والدروس. ليه يا حبيبي؟ انما يجوز له الظلم يعني؟ بتسأل السؤال الأولاني بقى، وهل يجوز له الظلم؟ هل يجوز له الفساد؟ تسكت على الظلم وتقول لي خلاص عديها؟ إذا كان لا يجوز الدعاء على الظالمين يبقى من باب أولى، كان لابد أصلا أن تنصحهم وأن تقيم الحجة عليهم وتردعهم وتمنعهم من الظلم. طب افرض عملنا بقى وتعبنا، عملنا، يبقى لك أن تدعو على الظالم وتحتسب عند الله، تحتسب حسبي الله ونعم الوكيل. لما قلت حسبي الله، قلت يا رب انا سلمت الموضوع ده لك، اتصرف انت بقى في الظلم، هات لي حقي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإن الله يرفعها فوق رؤوس الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ربنا ما بيجاملش حد في ظلم، ما بيجاملش حد في استكبار، ما بيجاملش حد في التحدي لدينه أو التجرؤ على شرع الله عز وجل. طب والرسول عمل كده؟ ده الرسول الرحمة المهداة. الكذابين اللي بيطلعوا يقول لك ما تدعيش على الظالمين وما اللي ظلمك مش مهم عدي وابلع، وإن ضربك على قفاك قول له معلش متشكرين. إيه ده؟ ده إسلام قال كده؟ لا، ده الكلام ده في السكة الثانية، في السكة الثانية، إن ضربك على خدك الأيمن ادي له قفاك وخدك الأيسر، هناك مش عندنا في الإسلام الكلام ده. انما في الاسلام وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وده حاجه ارقى شويه كمان من يستحمل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، لكن من حقك. ولذلك دعا النبي على المشركين، الرحمه المهداه دعا على المشركين، دعا على الظالمين والمشركين، ايوه دعا، ودعا على العصاه المستكبرين، ده حتى عصاه مسلمين مستكبرين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا على قريش بعد أن دعاهم طويلا وقرأ القرآن وهو يسجد في قلب الكعبة، حطوا على جثته الشغط بتاع الشاه المذبوحة، جابوا له الشغط بتاعه وزقلوه على 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 جسمه على صدره على ظهره وهو يسجد، وقعدوا يضحكوا
فقام النبي يدعو اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ودعا عليهم الستة اللي كانوا عملوا العملة دي وقفوا يضحكهم وقولهم أبو جهل. كان موعد وفاتهم وقتلهم واستشهادهم يوم بدر، ورآهم النبي والصحابة وقد انتقم الله منهم وانتصر لدعوة رسول الله فماتوا يوم بدر. ودعا النبي على أيضا على قوم قتلوا أصحاب رسول الله 70 صحابي، ناس جم ضحكوا على المسلمين قالوا عايزين يا رسول الله عايزين نخش في الإسلام، ابعت معنا حد يعلمنا القرآن وإحنا نبقى مسلمين. فأرسل النبي معهم 70 صحابيا من القراء من حفظة القرآن، ما أن وصلوا إليهم فاجتمعت القبائل المجرمة دي وراحوا قاتلين 70 وذبحينهم واحد واحد غدرا وغيلة من طعم الرجيع، يوم الرجيع وبئر معونة. فلما قتلوهم وعلم النبي بجريمتهم دعا النبي عليه، دعا النبي عليهم دعاء شديدا ولعنهم ودعا عليهم في الصلاة. وثبت في مسند الإمام أبو داود، اتعلم يا سيدي اللي بتحب الألباني وماشي على منهج الألباني، ما ترفعش ايديك ساعة ما يدعي، ما ترفعش ايديك، وساعة ما يدعي ما تقولش آمين وتخليها في سرك كده، لا، ده الرسول في صحيح أبي داود من أحاديثه التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رغب وزكوان وثلاث قبائل ممن قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه، وكان يدعو شهرا يقنط في الصلاة، يقنط في الصلاة، يدعو في الصلاة ويقول اللهم ملعن زكوان ولعن رغب بالاسم كده في قلب الصلاة، ويدعو باللعن عليهم يقول وكان الصحابة يؤمنون خلف رسول الله، يقولوا أمين في الصلاة. مش واحد يقول لك لا ما تقولش أمين بقى وخليها كده سر بينك، إيه يا عم بلاش برود يا أخي، ده ورد خلاص أهي قصاد مننا أهي، وحديث على رسول وفعله النبي، ما عملوش ليه أنا؟ فلما أسمع إمام بيدعو قول أمين وبقلبك وبقوة، ما تبقاش مكتومة كده ولا مهزومة، خليك مسلم صاحي. طالما ورد ما تاخذش بنص الاحاديث وتسيب النص الثاني. وثبت هذا الحديث وهو صحيح، وممن صححه حتى كمان الالباني بتاعه اللي بيستني الوريد. اذا لازم تكون عندك صحوه ساعه الدعاء، تدعو بقلبك وايديك ولسانك وترج المسجد بانين بقوه تدل على انك انت فعلا مع الله وتخشى الله سبحانه وتعالى. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على عاصي من المسلمين، شاف واحد بياكل بشماله وايده بشماله وايده اليمين سليمه، فالرسول قال له كل يا هذا بيمينك، قال له لا استطيع، قال له ما اقدرش، قال له ازاي ما تقدرش، قال له كل بيمينك، قال له لا استطيع. فالنبي يعلم انه كاذب في هذا الكلام مع انه اكله شرب اهو وحاجه بسيطه، يعني مش موضوع صلي وما صليش، ده سنه، فما بالك بقى لما يستكبر في فرض، خلي بالكم. فالراجل قال له لا استطيع ما اقدرش اكل بيمين، يا ابني كل بيمينك، نظام تناحه وعوج. فلما قال ذلك مره واثنين وثلاثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، قال له لا استطيع، فقال النبي لا استطعت، الله لا يجعلك تستطيع. فما قام الرواية فما قام الرجل من مجلسه إلا وقد شلت يده اليمنى، شلت يده اليمنى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عاصم من المسلمين استكبر على أمر سنة من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم شلت يده، فأمرنا باللي بيستكبروا على فرائض الإسلام تقول له تعالى صلي، يقول لك يا عم بس تستكبر ليه؟ إيه مش هتقدر تصلي ليه؟ مشلول؟ ده أنت سليم. شباب وطلبة وأولادنا في إعدادي وثانوي، تعالى يا ابني صلي، لك أصل الدرس عندي وأصل ما عندي مع الله، ولو ماتش كورة تستكبر ليه؟ يبقى لما تجيلك مصايب عقابا لمخالفتك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفرض، يبقى ما تزعلش، ما تقولش ربنا مش عايز يرفع علينا البلاء ليه؟ ومن عاملنا السودة ده إيه؟ استكبار. الولد بقول له يا ابني وطي البتاع ده التسجيل وإحنا راكبين الأتوبيس، التسجيل وعامل ايه؟ دي جي وفي بنات، مجرد شاف بنات فراح رافع البتاع والاغاني، قلت له يا ابني وطي البتاع عيب، احنا في شهر رجب وايام مفترجه عيب، عايزين نقرا قران ونذكر ربنا.
فالواد بص لي كده مستغرب ان يعني مش ازاي مستكبر. فالمهم اتكسف وراح موطي البتاع على قده، واحنا شغالين في قرايه القران واقرا ايه الكرسي واحنا ماشيين العجله الفرد راحت نايمه. انت سبحانك يا رب، يبقى رب العالمين بيدي الجزا فوري اهو، لانه قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. النبي نفسه دعا، بقول لك على عاصي. اذا يصح الدعاء على العاصين والدعاء على الكافرين والدعاء على الملحدين اذا اصروا بعد دعوتي، شرطنا هم، عشان ما حدش يقول ان انا برضو يعني غوي دعاء غوي انتقام. لا، المسلم السماحه الاول، اصبر عليه وانصحه مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين ومئه، واجيب له حجه من هنا وهنا 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 لحد ما العناد وصل لدرجه الاصرار. بعد كل ده كله يبقى يصح من حقي ان انا بقى ادعو على من ظلمني، ادعو على من حقك. اذا طلبت بحقك مره واثنين ثلاثه واربعه، او نصحت مره وما لقيتش فيه نتيجه ولقيت فيه اصرار وعناد واستكبار.